السلام عليكم. هنا في مطبخ ام وهيب ان شاء الله راح عندكم لكم جلبانه فلكوشه ببرطم شوكه، تجي بزاف بنينه بالطاجين هذا. هنا واش درت عندي هنايا، فخذت عجاج كما تقدري ديري صدر تاع الدجاج كما حبيتي، المهم طفت عجاج قليته بالبصل مليح. من بعد ما قليتهم ندير عليهم شويه تاع الجلبانه وانا نشوفوا فيها كميه اللي حبيتي على حسب افراد العائله تاعك. ندير عليهم شوية تاع المعدنوس اذا ندير عليهم الملح، فلفل، اول حاجة فلفل اسود، وندير الملح طبيعة الحال، ونخلي الكل يتقلى مليح. إذا نقلي الكل مليح، إذا هنا بعد ما قليت كلش مليح حوالي 10 دقائق نمرق ونغطي، نخلي الدجاج تاعي يطيب، الجلبانة حطيب بالخف يعني ما تديش طياب بزاف، ونعاود نرجع لكم باش نكملوا الطاجين تاعنا. اذا الان بعد ما طابت الجلبانه تاعي بالدجاج، هنا عندي حبيبه تاع بطاطا، انا درت حبه فقط لكن نتوما ديروا على حسب الافراد العائله. هنا عندي شويه تاع فرماج طري باش نحشي به الكويره تاع البطاطا، حبيبه تاع البيض، المعدنوس، وملح وفلفل الكحل. انا دائما نحب نسكر فجاه في هذا الرقيق، ما نحبش نسكر فجاه في الخشين، جربوا هذا الرقيق راح يجي احسن. اذا راح نسكر في الحبه تاعي كامله. انا بعد ما كملت سكر فشتها لازم غير سكر وجيت تخدمي بها تمتم كما نعرفوا ان البطاطا تكحل. ندير هذيك البيضه، هذاك المعدنوس تاعنا، وندير لها شويه تاع فلفل اسود، ودرت الزيت تسخن مباشره، درت الزيت تاعي تسخن ونملحها ونخلط. الان نبدا نشكل في الخبيزات تاعنا، ندير كرات غير صغار فقط ما نكبرهمش، ندير شويه تاع الجبن في الوسط ونغلق عليه بهذه الطريقه، ونديرهم يتقلوا مباشره يعني. المقله راهي فوق النار، نزيد حبيبه امامكم، نحكم شويه تاع البطاطا، ما تخافوش من هذاك الماء عادي لانه البطاطا تطلق الماء مع زدنا درنا البيض، خدميها غير بالعقل. كي تربيها في الصغير راح تجيك ساهله في الخدمه في الرقيق يعني، لكن الناس كرفشتيها في الخشينه راح تجيك صعيبه، روح يخرجوا هذوك يعني ما تجيش متحوفه البطاطا تاعك بهذه الطريقه. اذا نكمل نشكل كامل الحبيبات تاعنا ونحطهم هنا. اذا هنا نقلي هذوك الخبيزه تاعنا وانا نشوفو حتى ياخذوا لون ذهبي، ما تقلبيهمش بزاف، نستناو عليهم حتى يطيبو من التحت، نقلبهم كي يطيبو من التحت نحيهم، نعاودو نلتحقو بيهم باش نكملو الطاجين تاعنا. إذا هنايا ديك الجلبانة اللي طابت صفيتها هاهي أمامنا، المريقة تاعنا هاهي، جوج حبيبة تاع البيض، البطاطا اللي قليناها، طرف تاع فرماج طري، والدجاج اللي طاب في مع الجلبانة فتتو هاهو أمامنا. أول حاجة واش ندير، نحكم مولي يدخل لفوق، مولا كغاتان. واش ندير؟ ندير هذيك الجلبانه، الى نحط هذيك الجلبانه تاعي وندير عليها هذاك الدجاج اللي فتتناه. هنا ديري اي موسو تاع الدجاج عندك، واش عندك ديري اي طرف. من بعد واش ندير؟ نحكم نست في هذوك البطاطا هذيك اللي قليتها، يعني هذا مول صغيره ماشي كبير، ممكن الاخوات يشوفوه كبير. اذا نست في البطاطا تاعنا، نحطو على جهه، نحكم طاس تاع الميكسور ندير فيه المرقه، ما نديرهاش كامل لانه المول تاعي صغير. ندير فيها زوج حبيبات تاع البيض،
ندير عليهم هذاك الطرف تاع الفرماج طري كما كيما حبيتي بورسيون ولا واش عندك نديرو. ماشي راح نزيد الملح ولا حتى شي، نحب دائما نزيد عليهم شويه تاع الحليب. هذه الخلطه نحب نزيد لها شويه تاع الحليب تجي بزاف بنينه. ونطحن كلشي مع بعض. اذا من بعد نحكم هذاك الليمون تاعي ونفرغ عليه هذيك الخلطه اللي خدمتها بالميكسور لانه راح يهبط من تحت. نمشيه شويه بهذه الطريقه باش هذيك الجلبانه تهبط لها كامل من تحتها. اذا ندلو الفرماج رابي على الوجه وندخلو للفرن حتى يتحمر وياخذ وجه ويطيب لنا هذاك البيض مع المرقه، ونعاود نرجع لكم ونقدمه لكم. اذا الوصفه تاع اليوم ها هي امامنا، دخلتها حمرت مليح طابت لنا، خلو دوك الكوايات على الطيبانو باش هكا يبان واش درتو في هاد البلا هذا. ها هي الوصفه امامكم واجده، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده. وصحة فطوركم وإلى اللقاء.